اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ صرنا في الفصل 8.5. هون بدي احكي عن قسمة الاعداد الصحيحة. نحن من الصفر، يعني من الخرطوش، بس هو نحن طبعا عم نترجم كتاب لغة هاسكل. طيب قبل ما نبلش فيها هاي لازم شوي احكي ب وهو احنا هون عم نكمل في طريقة الحساب عن طريق الريكيرجن، التواتر، خلافه وهيك اشياء. طيب هلا اللي بدنا نحكي فيه هون هو انه كيف نضرب عبر تكرار الجمع، لانه تكرار الجمع يعني في تواتر وفي ريكيرجن، فخلينا نشوف كيف بتصير. تمام، كبر الفونت هون، الفايل مجهز للهاسكل، بزمل. اوكي خلينا نسميه مال مثلا عدد المرات تي، اوكي، وعندك رام ان. تمام، هلا ونحن اصلا لما يكون عندي مال الفانكشن مال ملتبلاي، اوكي، بصير ياخذ زيرو يعطي ان، اوكي بيعطيك زيرو، خلص ما فيش تكرار، هو صفر ضرب اي شيء يعطيك شو؟ صفر. تمام، هلا لما يكون في تايمز بتصير بتقول ان زائد، صح، لان الان الحالي زائد مال تبع تي ناقص واحد، لانك بتقلل عدد المرات تكرار المرات في ان. تمام، يعني لو نقول مثلا 3 ضرب 5 هذه بتساوي 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3. اوكي، يعني انت لما بنحكي عن بس هيدي قبل ما تصير تتكرر بسبب هاي، لما نحكي اول خطوة بتخطيها هيدي الدالة، كانك يعني عم تعمل بس هاي. فاذا لو نعمل بس هاي الشقفة، اوكي، هيدي بتصير اول 3 هيها، هاي اول 3. تمام، وهاي كم صار عندي؟ 1 2 3 4. فإذا كان عندي هون بدخل أنا قديش؟ 5، هي الخمسة صاروا قديش هون؟ أنا بدك تدخلها على محل هاي، فهمت شو القصد؟ هيك لبقوهن على بعض عشان تفهموها، أوكي؟ بتصير بعدين تاني مرة عم تحكي عن هاي، وبتصير بعدين بتحكي عن هاي، وبعدين بتصير بتحكي عن هاي. فهمتوا كيف؟ هيك بتصير. فهذا هو الريكيرجن اللي عم بيصير معنا، اوكي؟ فكل ما ينطلب الفانكشن هاد، اوكي، بروح بعوض بهاي، اوكي، بروح بفوت بهاي، لحد ما ينتهي، لحد ما يوصل للبيس كيس. تمام؟ فهذه هي الملتبلاي. تمام؟ وهي اذا بدنا نجربها، فإذا مال شو اسمه 3 5 بيطلع 15، اوكي، ومال 5 3 كمان 15، اوكي ماشي. هلا خلينا نشوف شو بصير اذا قلنا مال ناقص 5. لا هيك اذا حطيت ناقص 5 ما بتوصلش للصفر. تمام، فلازم انا شو اعمل؟ لازم اعمل شيء ضد هاي، نحكي على هاي، شايفين كيف ما بتوصلش للصفر؟ فهمت كيف؟ بس انه يعني مبدئيا هذه حلها. تمام، فهي حتى تزبط في الاخر في الاخر في الاخر لازم انا يعني طالما الارقام بوزيتيف موجبة ماشي الحال. تمام، اذا اثنيناتهم بالسالب، صحيح انا عم هون مش عم تحطه مزبوطة، فتعلق، اوكي، لانه ما بتوصل للصفر.
تمام التي ما عم توصل للصفر. اوكي فاصبح لازم اذا بدي احلها بدي احلها على اساس انه ارقام اثنيناتهم اخذ يعني اجل الاشاره للاخر تمام اعملها نيجيتس بالاخر. اوكي فبس مبدئيا هذا هو الملتبلاي تمام لازم اشتغل عليها بعدين عشان اظبط اذا رقم موجب او سالب او غيره. اوكي طيب هلا بنفس الطريقه الكتاب هلا شو اسمه بيحكي لنا انه كثير ناس تعلمت شو اسمه جدول الضرب بالحفظ. اوكي عاده الناس تحفظ لجدول 10 او جدول 12 اوكي دزين يعني. فبالحقيقه واحد في يعمل الضرب طبيعي في باستعمال الجمع مكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة كيف نفس الطريقة ممكن الواحد يعرف عملية الاسم اسمة الاعداد الصحيحة اوكي بناء على الطرح اوكي تكرار الطرح. فانا عشان هيك بالاول حكيت لكم عن الجمع بالاول كيف انه بيؤدي للضرب. اوكي فالطرح هو عبارة عن تكرار الاسم هي عبارة عن تكرار الطرح. طيب طيب فإذا خلينا نفكر بالاسم اللي جاي recursive function. اوكي فبالاول خلينا ناخذ بعين الاعتبار الانواع اللي احنا ممكن نستعملها لهيك دالة ونشوف اذا فينا نحن نألف نوع يعني معقول اوكي مميز لدالة. اوكي فاذا نطلع type signature يكون يعني معقول. اوكي هلا لما نحن بنقسم الارقام نحن دائما عندنا النيوميريتور يعني البسط فوق لاعلى الكسر اوكي وفي عندنا الدينومينيتور المقام تحت. اوكي فاذا العشرة اوكي لما نقسم عشرة على خمسة اوكي بيطلع اكيد الجواب اثنين. العشرة هي النيوميريتور هو البسط اوكي والخمسة هي الدينومينيتور اوكي هو المقام. اوكي مقام لانه يقام عليه القيد التوزيع. اوكي فاذا وطبعا اثنين بسموها الكوشنت اوكي نتيجة القسمة اوكي او الكسرة الواحدة قديش فيها تمام. هلا لذلك نحن في عنا ثلاث ارقام هون فيمكن يمكن يكون يطلع النوع هو تبع الفانكشن هو انتجر بيعطيك انتجر بيعطيك انتجر تمام بمعنى انه بتاخذ اثنين انتجر وبترجع انتجر اوكي بترجع عدد صحيح انتجر يعني عدد صحيح. فإذا ممكن يكون وهذا الشيء كمان بكون يعني مناسب هيك هيك نوع. فإذا أنت فيك كمان تضيف يعني أسماء رديفة للأنواع. أوكي طيب فإذا قال لك الفانكشن تبعنا اسمه divide by يقسم ب يقسم على أوكي حط لك هذا وقال لك divide by هو بساوي الدب. أوكي طيب هو نفس الفانكشن تبع الديف. اوكي هلا قال لك النوع سمى انواع جديده يعني مثلا بدنا نقول انتجر بس سمى في نوع بناء يعني اسم اخر اسمه نيوميريتور للانتجر. اوكي نوع ثاني مثلا دينومينيتور للانتجر كوشنت للانتجر يعني اعطى للعدد الصحيح نوع العدد الصحيح اسماء اوكي من نيوميريتور دينومينيتور كوشنت بس عشان لما تقرا الكود انت تعرف هون شو بدك تعبي كيف شو المقصود من الرقم المحطوط هون يعني حط ثلاثة حطينا هون رقم صحيح. طب شو شغلته هذا الرقم صحيح شو دوره باللعبة هون اوكي فمشان هيك بيعطي اسماء رديفة بس عشان تعرف عن شو انت عم تحكي. فبصير الفانكشن بدل ما يكون هيك بصير بتحول لهيك خلص بالاسماء تمام فعارف هون كل وحدة شو بدك تعبي شو بده يطلع لك نتيجة تمام. فأقول لك طبعا شرحت عن الطايب كيبورد اللي هي بتقول لك اسم رديف اوكي وبقولوا له بالانجليزي alias اوكي
فبقول لك بدنا تستعمل داتا او نيو تايب. اوكي حتتعرف تعرف نوع او اسم رديف لنوع. اوكي هذول كلهم انواع يعني انتجر تايبس، هذول من كل الاسماء اللي حطيناها من نوع انتجر، بس نحن فينا نعطينا اسماء مختلفه حتى نخليهم اهون على الواحد يميزهم بالتايب سيجنتشر في نوع الداله. طيب هلا توقيع الداله، فاذا لهذا المثال نحن ما كتبنا التعريف الجاي تواتري ريكيرسيف اوكي لا ديفايد باي، مثل ما احنا كتبناها كاسم ثاني مثلا ل ديف. اوكي يعني حطيناها هون هي نفس الديف بس. طيب مثل ما رح يبين اوكي لما نحن بنكتب الداله نحن بنحاج نغير ال تايب سيجنتشر النهائي اوكي توقيع النوع النهائي شوي اوكي لاسباب نحن رح نشوف بعد شوي. اوكي فمرات استعمال يعني اسماء الرديف للانواع اوكي ممكن يحسن الوضوح والهدف تبع الغاية من يعني توقيع النوع تاعك. كيف لذلك هذا الشيء راح تشوفه خاصة بكود أكثر تعقيدا. بس لكن بالنسبة للكود تبعنا هون للفانكشن الصغير تبعنا هذا مش كتير مهم هلا، بس على كل لو تشتغل الكود مثل ما حكيت بيكون اهوى. تمام فخلينا نفكر يعني ونحاول نحل نعرف شو هي البيس كيس تاعتنا، شو هي الحل الاساسي تبعتنا. فنحن ممكن نقسمها يعني فينا نقسم باستعمال الطرح عبر التوقف لما تكون النتيجه تبعتنا بتكون اقل من من القاسم نفسه. اوكي فاذا بتقسم بالتوازي بالتساوي بشكل عادل اوكي هي راح توقف على الصفر. عرفتوا كيف؟ اذا بنحكي مثلا 20 ضرب عفوا 20 تقسيم 4 اوكي شو بيطلع؟ بيطلع لك 20 تنقص 4 تنقص 4 تنقص 4 تنقص 4 كل مره لحد ما توصل لصفر. اوكي بس إذا بتقسم على رقم تاني مثلا مثل 25 توصل وين في الآخر؟ على الواحد. اوكي فإحنا بنوقف على الواحد لأنه هي بتكون أقل من 4 مش على الصفر. حتوقف أنت بدك توقف مطرح ما تحس ما عادش فيك تسحب أربعات يعني. اوكي ماشي ف ما عادش فيك تسحب أربعات من الرقم اللي عم تطرحه في السابق. يعني شوفوا كيف هون مثلا ناقص 4 بصير 21، ناقص 4 17، ناقص 4 13، ناقص 4 9 اوكي بعد فيني اسحب من 9، ناقص 4 صارت 5 بعد فيني اسحب من 5 1 4، ناقص 4 ما عادش فيني اسحب خلص بوقف. اوكي طبعا احنا هون ما عم نحكي عن ارقام سالبه، عم نحكي عن ارقام موجبه. اوكي فاذا الطريقه هي كما يلي، الفانكشن بتصير كما يلي انه بتاخذ النيوميريتور والدينوميتور المقسوم والقاسم او البسط والمقام. اوكي فبقول لك انه هي شو اسمه عم بيستعمل هون زي عداد. اوكي فبضل ينزل. تمام فهي نتيجه الفانكشن جو نروح على النوم يعني النيميريتور وعلى الدينوميناتور على البسط والمقام وفي عندي رقم هون. طيب اللي هو انه بحيث انه جو ان دي كاونت يعني هذا العداد هون. تمام فطالما
طالما الان بتكون اصغر من دي، اوكي، فبيطلع مع اذا الان اصغر من دي، اوكي، برجع لك شو العدد، اوكي، والان يعني نيميريتور بس، اوكي، بيطلع النيميريتور يعني والعدد، تمام، واللي هو صفر لانه هو بلش من الصفر، تمام، فبطلع هون صفر وان برجع لك هي، برجع لك الدبل، اوكي. هلا غير شيء شو بيجي بيعمل؟ برد بطلع مره ثانيه بينقص ان من الدي، بنقص دي من الان، عفوا بشيل دي من الان، اوكي، وبيكمل بنفس الدي على اساس هو اللي بده ينقص منها كل مره، فهي بتطلع الان الجديده، لانك انت كل مره عم تقول مثلا كنا هون صغيرة بعض، كنت 9 صرت 5 صرت 1، كيف هيك عم بتصير، تمام. فعدد المرات اللي بتعملهم، اوكي، هن النتيجة تاعتك، تمام. ماشي، جينا هون الحل كيف عم بيصير، تمام، كيف عم بنقص، اوكي، فهيدي هون فولس، اوكي، بفرق في الشيء لانه مش اصغر، 10 اكبر من 2، فيه يشتغل على الاذروايز، تمام، فبضل يشتغل على الاذروايز لحد ما يصير شو انه ما عادش فيه يطرح، اوكي. يا عبد الله ينزل، بعده بينزل، شايفين كيف كل مره عم بيطلبها للجو مره ثانيه، اوكي، بضل بينزل، بس يصير صفر، صار صفر شو اصغر من دي هون، خلص بصير توصلها، اوكي، فبرجع لك النتيجه 5 وعدد المرات والصفر، فاذا النتيجه هي 5 وصفر، اوكي. هلا اذا بعد في باقي بيطلع الان هو الريميندر تاعك، عرفتوا كيف؟ اللي باقي يعني اذا نزل تحت الدي، اوكي، اذا نزل تحت الدي الان اللي داخلي هون، يعني هون انت عم تدخل، وين انت هون كل مره عم تدخل بتدخل ان، اوكي، وبتدخلها هاي الان وبتنقصها وبتقعد تعيد عليها وتعيد عليها وتعيد عليها. هلا اذا الطرح هذا نزل تحت الدي، اوكي، اللي هي اصلا داخله من هون، اللي هي حاليا انت لما تدخل عليه مره ثانيه تدخل عليه من هون، إذا نزل تحت منها بيبقى هذا هو الريميندر تبعك، هذا هو الباقي تبعك، اوكي، يعني ما عادش فيك تطرح بعد، اوكي، ماشي. فهيدي كل القضية. هلا من هون بصير نتعلم انه شو أهمية الكاونت، انه هو يصير بدل كيف بنعمل بالسي بلس بلس وبالجافا وهي اللغات، قصة الفور لوبس، اوكي، فهي بتريحك من قصص الفور لوب، اوكي. وهذا كل شيء عن الاسم. نشوفكم بحل المسائل. سلام.